فائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره هنا على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، في هذا الصباح في سن الجذاع من مسافه 5 كيلومترات. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس الخاص للبكار الجذاع من مسافه 5 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس، ننطلق مع أول المراكز. ننطلق هنا مع شمعة بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارع، هنا على أول المراكز وعلى الانطلاق الأول. ثاني المراكز وصلت شقايا بشعار جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، هنا على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز وصلت هنا عملة بشعار محمد بن علي بن سعيد آل السندوانة المري. وفي رابع المراكز وصلت هنا هوايل، على رابع المراكز فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. وفي خامس المراكز وصلت هنا الدوحة سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود إلى شمعة، شمعة على الصدارة على أول المراكز. وهنا بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، هنا بن مقارح على أول المراكز منطلق مع شمعة ثاني المراكز. وثاني الانطلاق وصلت هنا ثاني المراكز، هنا غزلان بشعار خالد بن علي بن عبد الهادي بن علي الشهواني على ثاني المراكز. وفي ثالث المراكز وصلت هنا وانطلقت شقايا بشعار جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، هنا على ثالث المراكز. وفي رابع المراكز وصلت هنا وانطلقت الدوحة سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري على رابع المراكز. وفي خامس المراكز هوايل قادمة، هنا هوايل بشعار فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين، هنا على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية لهذا الشوط الخاص بالبكار الإجذاع من مسافتنا هي 5 كيلومترات. الله يا شمعة، شمعة على الصدارة وعلى أول المراكز. شعار بن مقارح على أول المراكز مع شمعة بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح ثاني المراكز وثاني الانطلاق. الله يا هنا، هنا شقايا جابر بن خجيم بن عايض العذبة، هنا راعية هذا الشوط في محلنا الثاني. الله يا شقايا، ولكن هنا غزلان بشعار خالد بن علي بن عبد الهادي بن علي الشهواني يغير مع شقايا وانطلقت إلى الصدارة. أو هنا غزلان انطلقت بشعار خالد بن علي بن عبد الهادي بن علي الشهواني يغير وينطلق ثاني المراكز. شقايا، شقايا على ثاني المراكز جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. وفي ثالث المراكز شمعة، شمعة بشعار بخيت بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح، لكن هنا حصل تسلل على ثالث المراكز من قبل الدوحة سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات المري. وفي خامس المراكز وخامس الانطلاق هنا الشكلة حمد بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة على خامس المراكز. وارى هنا الانطلاق من قبل جبارة عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، ولكن أعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول. أعود إلى غزلان، غزلان على الصدارة، خالد بن علي بن عبد الهادي بن علي الشهواني، شقايا من الجانب الآخر منطلقة، شقايا جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، هنا على ثاني المراكز. ثالث المراكز، الله الله الله، الدوحة سعود بن صالح بن سالم أبا الزمات. وفي رابع المراكز ورابع الانطلاق
القادمة هنا لطيفة، علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنجل وراء شعار بن مقارح على خامس المراكز. الله 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 الله. وهنا الشوط الرئيسي للإنتاج، الشوط الأول للإنتاج، وعود إلى شقايا وشعار الشهواني. الله الله شوط الإنتاج والمنتجين، الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. وهنا منطلقة غزلان بشعار خالد بن علي بن عبد الهادي الشهواني وشقايا من الجانب الآخر. شقايا منطلقة بشعار جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. وهنا هنا السالمية، السالمية قادمة، أول نداء للسالمية سلطان بن فهيد بن ناصر العجمي. ومن الجانب الآخر هناك أشكال، الله يا أشكال بشعار راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. الله الله الله، السالمية تغير إلى الصدارة وإلى المركز الأول. السالمية السالمية بشعار سلطان بن فهيد بن ناصر العجمي وشقايا. من الجانب الآخر جابر بن خجيم بن فرج العذبة وشعار بن مقارح. لكن السالمية أبناء الكويت، أبناء الكويت على الصدارة. السالمية 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 سلطان بن فهيد بن ناصر العجمي وشقايا من الجانب الآخر. الشوط الأول وهنا أشكال، أشكال أشكال بشعر راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. الله الله الله، هنا شقايا وأشكال بن مقارح، بن مقارح بن خجيم اللحظات الأخيرة، بن مقارح بن مقارح. وهناك شقايا، شقايا وأشكال اللحظات الأخيرة. الشوط الأول للإنتاج، أشكال شقايا. الله الله الله، أشكال بن مقارح، بن مقارح. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس مالك أشكال راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. وفي ثاني المراكز كانت هناك شقايا جابر بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة. وفي ثالث المراكز، ثالث المراكز هنا السالمية بشعار سلطان بن فهيد بن ناصر العجمي. وفي رابع المراكز وصلت هنا مزاع بشعار محمد بن علي بن عامر آل فهيدة المري. وفي خامس المراكز أكبر عيوب شخصك نهجك المستقيم في زمان. خامس المراكز، سوف نتعرف على خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء. كانت هنا تحديات ومنافسات الشوط الأول للإنتاج. ونهني مالك يا أشكال راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. التوقيت الزمني 7:42.05 فتهانينا والناموس. ثاني المراكز كانت هناك شقايا بشعار جابر بن خديم بن عايض بن فرج العذبي. التوقيت الزمني 7:42.05 فتهانينا والناموس. ثالث المراكز أتت هنا على ثالث المراكز السالمية بشعار سلطان بن فهيد بن ناصر العجمي. التوقيت الزمني 7:46.06 فتهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا متابعين.